من السماوة الجميلة، السماوة التي يتغزل العراق بنخيلها والسمراوات اللواتي مررنا بظلالها، تأتي حلقتنا الجديدة اليوم من برنامج ضوء بيننا. الصورة ستتكلم عن الشباب الذين قرروا أن يقيموا مهرجانا للقراءة واستعادة دور الكتاب بين أيادي الناس. أساس فكرة المهرجان هي هدفنا إشاعة ثقافة القراءة في المدينة، وحلم كبير أنه تصنف محافظتنا محافظة تقرأ، وبالتالي هذا يساهم بنشر الوعي والثقافة عند المجتمع ويغير قليل من بعض العادات والتقاليد الواهية اللي نحب أنه تكون تتغير بمدينتنا. وعلى أرض إحدى حدائق المدينة تجمعت قدرات هؤلاء الشباب لتقيم مهرجاناً يعبر عن هوية مدينتهم، لكن تحت أغلفة الكتب. إنهم يرغبون بأن تعرف مدينتهم على أنها روضة للقراءة والاطلاع، في لمحة تنم عن تقدير لأهمية الكتاب في حياة الناس، وأن التغيير والمعرفة صنوان متلازمان. من أرض الوركاء مهد الحرف الأول اجتمع لفيف من الشباب المرتبط بإرثه الحضاري ليقيموا مهرجان قراءتهم الأول وينقلوا صورة أخرى عن مدينة السماوة التي نبدأ حلقتنا في أحد متنزهاتها العامة. ضوء آخر من منطلق حضاري آخر في حلقة هذا الأسبوع لبرنامج ضوء بيننا، كونوا معنا. ما نخفي انه هدفنا هو إشاعة بالصورة الأكبر، هو موجود، احنا حتى نعطي فرصة أكبر على مود مثقفيننا ومبدعيننا ياخذون فرصة أكبر بمجالات عدة، مو فقط القراءة، كل المهرجانات الثقافية والفنية، حتى يكون إبراز للناس بصورة أكبر. احنا صحيح موجود القراءة، موجود الكتاب، بس تسليط الضوء أقل من المدن البقية، والمهرجانات الثقافية اللي تقيمها وزارة الثقافة للأسف احنا ما عندنا مهرجان يمثل المدينة، لذلك سعينا كشباب مستقل أن نعمل من جهدنا الخاص. ما كنت متوقع نحصل هذا الصدى الإعلامي بدون التمويل، يعني الإعلانات الممولة على الفيسبوك، لكن تفاجأت بإقبال مناسب جدا من الناس، ما كنت شخصيا متوقعته. يعني ترويجنا كان عبارة عن منشوراتنا، يعني أصدقائنا الداعمين لنا بمشاركاتهم، احنا مرات نشارك على جروبات ويعني ودعوة الأصدقاء غيره، وصلنا لنسبة جيدة جدا، إضافة إلى أن المجتمع السماوي صغير، يعني تعرف أنت من توصل لجروب جامعي معناها وصلت لكلية كاملة أو لمرحلة كاملة، فبالتالي واحد يبلغ الثاني، يعني نوصل لمرحلة جيدة. للمعرفة صفحات عدة، وشيء من بوابات هذه المعرفة هي أن تتنوع فقرات المهرجان بين الفن التشكيلي وإشاعة ثقافة القراءة، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية. أنهم يرغبون بالتغيير أن يحدث من خلال معرفة الكتاب لطريقه إلى أيادي شباب المدينة. راح يكون مقسم على قسمين، القسم الأول هو المنصة التشريفية في البداية، وقسم المعارض. المنصة راح يكون بيها قراءات شعرية، كلمات شكر، بيها ندوة لناشط مدني حول دور القراءة. بالقسم الثاني بالمعارض راح يكون عرض الأفلام السينمائية، معرض الآثار والتراث، ورشة طبية، معرض كتاب مجاني، وعرض كتب من مكتبات المدينة وخارجها. أيضا يحتوي على رسم حي مباشر وعرض لوحات فنية. قراء بالمكان الأول، بعضنا عنده موهبة الكتابة، بعضنا قارئ قديم، بعضنا قارئ جديد، اجتمعنا على نقطة واحدة، هدفنا واحد اللي هو إشاعة القراءة
وتسليط الضوء على مبدعين السماوة. شخصياً أنا جداً كانت تزعجني نظرة الآخرين للمجتمع السماوي، إن السماوة مجتمع ما يقع، في حين إنه إحنا عندنا مكتبات عدد جيد، عندنا يعني مكتبات سواء أونلاين تبيع أو مكتبات يعني داخل محافظة ثابتة إلى مكان ثابت، وقراء نسبة جيدة، صحيح ما مو كلش عالية، بس ما ظاهرين، ما بارزين، وإن شاء الله المهرجان أكبر دلالة على إنه أكو قراء هواية. حين تحضر القراءة يعني أن الانفتاح سيكون في متناول اليد، وأن تكون المرأة حاضرة لتكسر النظر عن المجتمع السماوي الذي قد يراه البعض منغلقا. اليوم في هذا المكان المفتوح تنفتح أيضا النظر عن المدينة ونساء المدينة اللواتي كان لهن حضور واضح. هو رئة جديدة في ثقافة العراق تنطلق من مدينة السماوي، أيضا هو إضافة إلى سلسلة مهرجانات عديدة وكبيرة واسعة حدثت في العراق تدعو إلى القراءة. يأتي هذا المهرجان اليوم بوصفه مهرجانا تنويريا بالضد من ثقافة الرثاثة التي طغت على المجتمع العراقي. يدلل هؤلاء الشباب بأن الحياة الثقافية العراقية ما زالت حية وقادرة على أن تقاوم الظلام المحيط. ثمة معروضات لشباب أبدعوا برسوماتهم، هنالك أشغال يدوية، وهنالك يعني إصرار حقيقي على القراءة. عندنا يحضر الروائي حيدر المحمداوي من البصرة، راح يوقع روايته هنا داخل المهرجان. أيضا راح يكون احتفاء بسيط بالشاعر الكبير قاسم موالي لصدور مجموعته الشعرية، يجري إلى اللاين، راح يكون احتفاء بسيط به يعني مقارنة بصدور مجموعته الأخيرة. كل يؤدي دوره من جانب معين. قضية الاعتصامات قضية مهمة للمطالبة بالحقوق وما يعوزه اليوم المواطن العراقي والشاب العراقي على وجه التحديد. أيضا إقامة هذه المهرجانات ستزيد من رفع الوعي لدى الشباب. تبادل الثقافة ما بين شرائح المجتمع، ما بين الرجال والأناث، ما بين طبقات المجتمع سواء الأكاديمية أو الخريجين أو الشباب حتى اللي ما يمتلكون شهادات، ممكن إحنا نشد على أيديهم ونشجعهم في الالتحاق بركب الثقافة من خلال هكذا مهرجانات أو كرنفالات ثقافية. يكرر الشباب القائمون على هذا الحدث أنهم الآن ينشطون على أرض الحرف الأول، أرض الوركاء التاريخية، ويرون أن هذا الفعل هو تضاد ناشب بالضد من الرثاثة التي مسحت الصورة العراقية سواء في الإعلام أو في مخيال الناس. كل هذا يبدأ من العودة إلى القراءة الحقيقية. مدينة السماوة تعتبر ومدينة الوركاء تحديداً إنها مدينة الحرف الأول، أي إن الكتابة اكتشفت في 3500 قبل الميلاد التي تعد حداً فاصلاً ما بين العصور، عصور الجهل أو العصور الحجرية نقدر نوصفها، والعصور التاريخية. محافظة كالمثنى التي غالبا ما عانت يعني في هذا المجال، كان هناك تراجع في مستوى الثقافة والفكر في المثنى لسنوات عديدة والعقود ربما امتدت خلال الحقبة الماضية وحتى ما تلاها بعد ذلك. اليوم هذه المهرجانات التي غالبا ما نشهدها في قضاء السماوة ومركز محافظة المثنى وفي بعض الأقضية الأخرى
فرصة مهمة لشباب المحافظة على الاطلاع على الثقافات والأفكار الجديدة من خلال معارض الكتب التي تقام بين الحين والآخر. حقيقة زيادة الكم المعرفي والثقافي والأدبي في المحافظة خطوة مهمة وإيجابية للارتقاء بالمحافظة والبلد بشكل عام. لا يمكن لأمة أن ترتقي بدون زيادة الكم المعرفي والثقافي والأدبي. شابات وشباب من كليات الطب والمعاهد المتعلقة بالصحة رغبوا أيضاً بأن تكون لمستهم موجودة بين أروقة المهرجان وتقديم النصائح الطبية والفحوصات البسيطة للموجودين تطوعاً. شاركتنا في مهرجان القضاء الأول في السماوة تقوم في تقديم قياس الضغط والسكر بالإضافة إلى الجانب التوعوي الثقافي السمنة مرض السمنة وكذلك مرض الانتحار المنتشر خلال هذه الأيام، كذلك بالإضافة إلى مرض تكيس المولد لدى النساء. الناس ما عندها فد معلومات علمية معلومات ثقافية، وإحنا ضمن دورنا الإنسان والتوعوي اشتركنا في هذا المهرجان. مهرجان القراءة ينبع بالأصل من رغبة القائمين عليه في نشر المعرفة، وجزء من هذه المعرفة أن تكون هناك توعية صحية، ويرى بعض المتطوعين أن هذا جزء من الوعي أيضا. قياس الضغط، السكر، الوزن، بالإضافة إلى مثل ما تقول استشارة نفسية لبعض الشغلات المواضيع كالسمنة كالانتحار وغيرها، تولد فد عامل أساسي في ثقافة الشخص، معلوماته، وعي أكثر. قصتنا لهذا اليوم ما زالت مستمرة وفيها بعض التفاصيل تأتيكم بعد هذا الفاصل، كونوا قريبين. الواقع الذي يفصل بين الجنسين يجمعهم ضوء الثقافة جمعاً ملتزماً على مائدة القراءة. يرى هؤلاء الشباب الذين ينتمون في معظمهم إلى جيل ما بعد التغيير، يرون في أنفسهم قدرة على التنوير وقدرة على منح الآخرين فرصة الفهم الأوسع. كل هذا يبدأ من عنوان القراءة. يحمل هذا المهرجان ضوءاً في أفقه، سيكون محرك للكثير من الأمور في المستقبل. قد يعني يولد اليوم شاعر أو يولد كاتب أو يولد باحث من خلال هذا المهرجان. أيضا هو يأتي ضد الجندرية، يعني أن النساء والبنات والشباب اليوم اتحدوا تحت عنوان الثقافة، تحت عنوان الوعي. هذا يعني بأن العراق بلدا مدنيا يسعى إلى أن يتحدث بثقافة الإنسان، الإنسان من أجل إنسانيته، لا إنسان داخل كونتونات معينة أو داخل طائفة أو داخل عرق أو داخل قومية معينة. هذا يعني بأن العراق
يحمل الصورة الحقيقية لصورة الإنسان الباحث عن الجمال أو الباحث عن صناعة الجمال. الشباب الاطلاع على ما موجود من كتب معروضة اليوم، أضف إلى ذلك الجانب الاقتصادي مهم في تعزيز الجانب الاقتصادي. ممكن اليوم اطلاع الشباب في المثنى على هذه الكتب واقتنائها سيزيد من رغبة دور النشر على طبع المزيد من الكتب، وبالنتيجة هذا الأمر سيخلق فرص عمل أيضا في دور النشر للكثير من الشباب في العراق. المحافظة اللي للأسف متغطاية، اللي يعني مثل ما تشوف إهمال محدد للآثار الموجودة هنا، هواي ناس ما تهتم بيها. إحنا نريد نعيد هاي الأهمية لهذا المكان التاريخي، زائدا إنه التاريخ ما ممكن، يعني التاريخ أنا شخصيا جدا أعتز به وأحبه، لكن ما فائدة التاريخ إذا ماكو مستقبل. احلموا وأسعوا وحققوا أحلامكم وكونوا أهداف، كونوا طموحين، لا تسلم نفسك لليأس، لا تسلم نفسك إنه تكون يعني إنسان سلبي. أنت اللي تصنع مستقبلك، لا تترك غيرك يقرر عنك. أصبحت السماوة اليوم تحاول أن تلحق بركب المدن المتقدمة عبر اقتنائها للكتاب، ثم أيضا البحث عن عنوان حقيقي يساهم بتصحيح الكثير من الثقافات المستوردة التي حاولت أن تجهل. هؤلاء يريدون أن يرتقوا بثقافتهم وثقافة العقول بالضد من التسطيح، بالضد من التجهيل. أيضا هي دعوة لاقتناء الكتاب الورقي أمام الشاشة. هذه قراءة في الورقة، ليست قراءة بالضوء، قراءة الشاشة أو قراءة مواقع التواصل أو قراءة الكتب الإلكترونية. الكتاب المجاني كتاب واحد لكل زائر، هو بداية حقيقية لمنح فرصة أكبر للتواصل بين المثقف وجمهوره. يسعى منظمو المهرجان إلى تأسيس ورش ثقافية وإشاعة التماس المستمر بين المثقف والجمهور، بينما يعدون بأن يستمر هذا النشاط في المستقبل. نتمنى أن لا تقف عند هذا الحد، يعني هذه المبادرة أن تستمر، هذه المبادرات أن تعزز في مناطق أخرى ليس على مراكز الأقضية ومركز المحافظة، أيضا تمتد إلى النواحي حتى إلى القرى. ممكن أن تكون هناك مكتبات متنقلة كما ظهر يعني قبل مدة أنه ظهرت مكتبة متنقلة في المثنى لشاب من أبناء المحافظة. نتمنى أن تتعزز هذه الثقافة وتترسخ في المثنى بشكل عام. يحمل هؤلاء الشباب وهم الجيل الجديد، جيل ما بعد 2010 أو جيل ما بعد العشر سنوات ما بعد سقوط النظام، يأتون بالضد من ثقافة الظلام السابقة ما قبل 2003 والظلام الذي جاء ما بعد 2003، ليحملوا ضوءهم، ضوء التنوير، ضوء التفكير، ضوء العقل، من أجل إحقاق إنسانية الإنسان وأحقيته بالوجود والحياة. تسهم في كسر حواجز النمطية اللي تعتاد عليها محافظاتنا، لا سيما محافظات جنوب الفرات الأوسط، انها تنشئ على انها تكون قارئة، يعني تضمن لها مستقبل جيد على كل الأصعدة، مو على صعيد واحد، مو بس على صعيد الكتاب، على صعيد حياته بشكل عام، انه يعرف يختار، يعرف يقرر، يعرف يكون افضل. هذا النسخة الأولى، وإن شاء الله نكون إحنا موسمي تعدد النسخ. إحنا أكيد هدفنا مو يوم المهرجان، هذا انطلاق إعلان للناس. إحنا هدفنا تأسيس ورش ثقافية، هدفنا أكبر لإشاعة القراءة بوجود نوادي ثقافية، وجود احتفاء بالكتاب الفنانين بإصدار كتبهم وتسليط الضوء عليهم وتوصيلهم للناس بصورة مباشرة وقريبة. الاعتماد على الإعلام بصورة أكبر، الميديا هي بوقتنا الحالي هي العنصر الأبرز بالإشاعة.
السماوة حتى لو كانت منسية، حتى لو كانت مدينة يستوطن فيها الفقر والبطالة وقلة الخدمات، لكنها أيضا تشع بنشاط فئتها الشبابية إشعاعا يتميز بحضوره الساطع. واليوم ينعكس على شكل مهرجان للقراءة والفنون على أبواب نشاطات أخرى أكثر طموحا وأوسع أثرا. هذه عودة إلى الركون إلى القراءة الحقيقية الفاحصة الواعية التي تصحح من مسارات العقل العراقي. الأخوان اللي مشرفين على هذا الكرنفال والأخوة المشاركين والأخوات نأيدهم ونشد على أيديهم ونشجعهم لإقامة هكذا كرنفالات وإعادتها مرة أخرى. تمثل لنا أن نكون يعني دافع أو حافز أفضل، أنك يعني تقول هذا أنا واقف. أنه للأسف أنه هذا الإرث الحضاري اللي حضرتك تفضلت به أنه ما بارز، أنه هواي ناس ما تعرفه. من الجهود الكبيرة التي بذلها الأخوة المنظمون أو الهيئة المشرفة على إقامة هذا الكرنفال الثقافي الذي يسهم بصورة كبيرة في رفد الشارع الثقافي في محافظة المثنى وفي توسيع الرقعة الثقافية في المجتمع العراقي بشكل عام والمجتمع السماوي بشكل خاص. طموح شباب لإشاعة القراءة والأنشطة الثقافية في مدينة قد انغلقت على نفسها فترة من الزمن بحد ذاته جانب إيجابي يفتح آفاقاً أخرى تصدر المدينة إلى مستويات ثقافية متقدمة. فنراهم اليوم قدموا فناني ومؤلفي ومثقفي محافظتهم بصورة جلية يبتغون من ورائها هدفاً سامياً. كانت هذه حلقة من برنامج ضوء بيننا، ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.